السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحبة. من الآن متواجد الآن السلام عليكم، حياكم الله يا أحبة، كيف حالكم؟ بخير. ان شاء الله بكره مدارس واعمال، سهرانين. الله يسعدكم الكل متواجد. اي نعم، الكل متواجد. السلام عليكم. من اي دولة تتابعني؟ اكتب اسم الدولة، خلينا نشوف بسرعة، نردد بعض اسماء الدول. من اي دولة تتابعني؟ مرحبا، اهلا وسهلا، احبك في الله، احبك الله الذي احببنا لاجله. مصر، السعودية، الصومال، من قطر، من سوريا، الأردن، من المغرب، من إيران، السعودية، المغرب، المغرب، شيخنا، مو دولة، البحرين، الجزائر، تركيا، قوقاز، ما شاء الله وصلنا القوقاز بعد، سلطنة عمان، سوريا، مرحبا، لا مرحبا مو دولة، من الجزائر، هي بعد موريتانيا، ما شاء الله عليه، أقصى المغرب العربي، من المغرب، عبد الله بافحص، من جدة، الكويت، من الصومال، آمين آمين. يقول يدعو لنا جميعا، يقول ربنا يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، آمين. من اليمن، زين، يقول طلعني، يسوونا قسط. يلا، أنا مشكلة البطارية عندي ليست بالقوية، باقي شوية وتخلص البطارية، لكن لا مانع نشوف واحد نطلع قست لمن لا يحكم على قست، يعني محادثة. طيب، ما نسينا الوالد بالدعاء، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. اي والله الوالد يستحق الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اين تتمشى؟ تتمشى في البسيتين. ليش من البحرين؟ من البحرين، اكاد من العراق. نعم، ايوه، عشانها جلاكسي اندرويد، صوتك هادئ. يقول كم كيلو نقص من المشي؟ والله ما ودي اتكلم عن المشي، خلونا نتكلم في شيء انفع. أحيانا توصل لقرار أنك لازم تمشي، فهذا هو. الله يجزاك على ما تفعله بخدمة الإسلام، والله يتقبل. والله يا جماعة، العمل قليل. شنو؟ ليرن قرآن بحرين، حياك الله، عافية، الله يسعدك، الله يبارك فيكم. يا جماعة، خلونا ندردش على موضوع. أريد دعاء مع ابنتي، إنها في نحاس. إيش في نحاس يعني؟ الله يبارك فيها ويسعدها يا رب. كم وزنك؟ خلونا من الأشياء يا جماعة، كم وزنك؟ كم تمشي؟ وين تمشي؟ خلونا من السوالف.
أيوة الحبة في تاريخ 31 أكتوبر في حدث يصير. من ممكن يعرف شنو الحدث اللي يصير في تاريخ 31 أكتوبر؟ يعني تقريبا بعد 10 أيام تقريبا. من يعرف ما هو الحدث الذي يصير في تاريخ 31 أكتوبر؟ مو الخميس الجاي اللي بعده. يلا من يعرف؟ حياكم الله. مغربية في اسبانيا، حياك الله، الله يحفظك ويستر عليك في اسبانيا. اسبانيا لي زيارة قريبة ان شاء الله الى اسبانيا. سبحان الله يا جماعة، شوف شنو البرنامج هذي، هي جماعة بين شتات الاحبة والاخوة في الله، من القوقاز الى المغرب الى اسبانيا الى دول اخرى. زين، وعليكم السلام، حياكم الله من الجزائر وكل الاخوة في المغرب والصومال. فلح الوجه، العلم عند الله. المولد النبوي لا، للأسف شيء سيء. تاريخ 31 أكتوبر ما حد يعرف شو يصير. والله أنكم طيبين، والله أنكم طاوعة. اللي ما يعرف التاريخ على 30 أكتوبر ما يعرف شو يصير فيه، ها طيب معناته. إنزين، معناته طيب ومطوع. يلا من يعرف من الكويت، حياك الله. يلا يا جماعة حركوا ذاكرتكم، شنو يصير في تاريخ؟ عاد اللي يتامل من أوروبا مفروض يعرف. انتهاء شهر صفر، يا حليلك انت. طيب ها، تابع الأشهر الهجرية بعد. يا جماعة سؤال سهل، مو هالخميس الجاي، الخميس اللي بعده 31 يا جماعة، هذا تاريخ حدث عود من تركيا. حياك الله. السلام عليكم. ميلادك انت يقول في اوروبا. ايوه احسنت، هذا المفروض نعطيه سميرة. سميرة نعطيه هدية لك، هدية اخت سميرة. انزين، يقول يصير الاحتفال بالهالوين. احسنتي، هذا حدث كبير يصير. وانا باذن الله الخميس القادم المفروض في حلقه المختصر المفيد بتكلم عن هالوين. والله يا جماعه عندي فريق اعداد، جمعنا معلومات كثيره وطلعنا على بلاوي، شيء مو بسيط يعني اللي قاعد يصير في هالوين. جرائم يعني، يوم هو تقع فيه الجرائم بصراحه، يعني موسم حق خروج المجرمين. هو يعني كأنه يقول لك اخرج ما في كتاب، اخرج العملاق الذي بداخلك. الاحتفال بالهالوين كأنه يقول اخرج المجرم الذي بداخلك. هل لها طقوس وثنية، وبعدين حاربت الكنيسة، وبعدين امام تقليد الناس لهذه يعني الطقوس ما قدرت الكنيسة تقاوم فمشتها، ولصقوا بمناسبة عندهم جميع القديسين يسمونه، وقام الشط هو مش اللعبة. زين، لكن هو يوم للجرائم صراحة، شيء غريب غريب، قتل اغتصاب، غير السكر اللي يصير وما ينتج عن السكر، فشيء غريب اللي يصير فيه. هم يشتكوا منه يعني، حتى الآن وقفت على بعض الكتابات الغربية يشتكون من ما يحدث من جراء احتفالات الهالوين، يعني خاصة بين المراهقين. الغريب أنه عقب ما انتشر والآن عقلاهم يصرخون من قضية الهالوين، احنا قاعد نقلدهم. شيء غريب، شيء غريب يعني، قاعد نقلدهم. وتوقع
الاحتفالات قبل كانت تصير في صالات مغلقة، كانت تصير في 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 المنازل. الآن نشوف احتفالات بالهالوين قاعدة تصير علنية، وبعض الفنادق تفتح قاعاتها وتفتح صالاتها للاحتفال، والتجار الذين يحشرون يوم القيامة فجارا يجيبون يوفرون يعني الألبسة والأدوات اللي يحتفلون فيها، فشيء شيء صعب يعني. فأنا عندي حلقة بإذن الله أتكلم عن الهالوين وأذكر الناس حتى أولياء الأمور على الأقل ينتبهون لموضوع هذه عيالهم، ليتأثرون ببعض أصدقائهم أو يتأثرون بالمقاطع اللي بيشوفونها في اليوتيوب احتفالات بعضهم بالهالوين كأنه شيء عادي. لا مو عادي، احنا عندنا عيدين عندنا المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما في أعياد ثانية. فلا بد احنا يكون لنا وعي، ونوعي على الأقل نمسك عيالنا أهالينا نوعيهم ترى هذه مو عاداتنا ولا تقاليدنا ولا من أعيادنا. أعيادنا فيها خير وبركة، أعيادنا فيها طاعة، أعيادهم فيها جرائم، فيها فسق وفجور، فيها بلاوي. هذا الفرق بين عيدنا وعيدهم يعني. فسبحان الله بحاول أسلط الضوء على موضوع الهالوين. زين نفس الشيء، هالوين وهالوين نفس الشيء، إدمان. فبحاول أتكلم عن هذا الموضوع، وإذا أي واحد عنده مقترحات أفكار ممكن يعني يراسلني. طيب احنا خلينا نشوف واحد نكلمه جست. زين مساء الخيرات، خلينا نشوف واحد نكلمه جست من خلينا نقول من خارج الخليج. يلا واحد من خارج الخليج خلينا نشوفني عرض. احسنت، يسمونه عيد الشياطين. من كتب عيد الشياطين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله دكتور. كيفك؟ زيك الحمد. من وين؟ انا من الاردن. من الاردن، حياك الله. الله يحييك. شبارك. ممكن تبعد وجهك عن الكاميرا؟ ايوه هاي دكتور. شو اخبارك؟ بخير طيب. الله يسعدك يا رب، حبيت اسلم عليك والله دكتور. الله يسعدك يبارك فيك، حياك الله. شباب الاردن، من وين؟ من الأردن؟ من عمان؟ من إربد. إربد ما شاء الله، حياك الله. أسعد إربد، الحين جوها كده لطيف. نعم أكيد الآن جوها لطيف إربد. برد. الله أكبر. برد. برد. إربد ما شاء الله جميلة، جميلة بجوها بتضاريسها بجبالها ما شاء الله. والله مشتاقين لك يا دكتور. الله يسعدك يبارك فيك. الله يسعدك لك الجنة. الله يسعدك يبارك فيك يا دكتور. أخبار علوم؟ لا عليك، أخبار علوم عندكم شيء جديد في الأردن؟ لا الحمد لله رب العالمين على كل شيء. شباب المعلمين عندكم رجعوا بدارسهم ولا لسه؟ رجعوا الحمد لله. يلا فوق يعني، الحمد لله كل شفت. الحمد لله رب العالمين. يلا الحمد لله، الله يسر أموركم. الله تدعي لي يا دكتور. يا رب بالتوفيق والسداد، روح الله يفتح لك أبواب الخير ويفتح لك أبواب الرزق. يسعدك. قول آمين. آمين يا رب، ربي يسعدك يا رب. حياك الله، حياك الله. الله يحييك دكتور. يلا تأمرنا على شيء؟ تأمر على شيء؟ تأمرنا على شيء؟ بدي سلامتك، ادعي لنا وبس يا دكتور. بالتوفيق بالتوفيق. حياك الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة. نشوف واحد ثاني بعد. قبل ما تخلص بطارية البطارية. الجوال. يلا نطلع قسط معي. هنزل خلنا نشوف مجموعة مخلوقات مجموعة شباب يبون قسط. زين خلنا نشوف لوحات مدري ايش. واجد فيه
كثير 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 جديد. زين مشاري موجود بعد كنا مشاري عنزي موجود. إذا موجود خلنا نطلع يا رجل نتكلم سواليف. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله، كيف حالك؟ يا رجل والله ما نشوفك. لا أنا بزلام. الآن ساعة هنا ساعة 10. أيوة ما شاء الله، مرتبك بارك فيك، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. من هولندا. الله أكبر، من هولندا من أوروبا؟ صح. يا شيخ أسألك شيء مخلوق. كيف؟ بلاد عنده بلاد عندي هي في أفريقيا، بالقرن الأفريقي. هناك لديهم مساعدات. تدعي تخلي هناك ببلادك من بلاد العرب إخواننا مساعدات يدخلوا لنا. أي دولة؟ أي دولة؟ هي بإثيوبيا بإريتريا بجيبوتي. دولة كبيرة. أيوة. ما اسم الدولة؟ إريتريا؟ هي عفر. عفر؟ صح. أيوة. شوف شيخ، احنا المساعدات انا عن نفسي لا اتحرك شخصيا، وانما عن طريق جمعيات. عرفت؟ يعني لابد في جمعيه تكون في بلدك، وهذه الجمعيه تخاطب جمعيه مثلا في الكويت، ويصير تنسيق بينكم. بعد ذلك الجمعيه تكلمني، انا يعني اساهم في موضوع البحث عن متبرعين. عرفت؟ هذه هي الاليه، لابد يكون الاجراءات رسميه. هذا جواب لك وجواب لكل الاخوه اللي تواصل معي سواء عندهم حالات انسانيه وغيرها. انا شخصيا كفرد لا يحق لي اني يعني اتحرك في دوله اخرى، عرفت؟ الا عن طريق القنوات الرسميه. قنوات رسميه هذه القنوات وهذه الاشياء. اي ممكن، لابد تكون في جمعيه في دوله، قلت لك لابد جمعيه في دولتك تخاطب جمعيه اخرى في الكويت. هذا باختصار. شكرا لك. تمام، بارك الله فيك، حياك الله، عليكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه المكالمه الثانيه. والله زين، رح من الاردن، من الاردن رحنا الى هولندا. يلا من بعد نسولف معاه قبل ما خلص فتره المشي. اذا خلينا نشوف اني اعرف خلنا نشوف ناصر خلنا نشوف ناصر. وين ناصر؟ أين أنت يا ناصر؟ ما يرد ناصر. لندن. يلا خلنا نكلم واحد في لندن. يلا يلا عشان ننوع شوية. خليج لاحقين عليكم، اللي من السعودية ومن العرب ومن الكويت لحقي عليكم. السلام عليكم. سلام الله على الشيخ. حياك الله، شو اخبارك؟ بخير طيب. الله يسلمك، شو اخبارك؟ عساك بخير. حياك الله. الله يسلمك يا اخي. ديكورك مو مال لندن ولا انجليزي والله، قصيت علينا. بعد شو تسوي؟ تاكل. تقول انا من لندن. من لندن قلت بشوف واحد ابيض اشقر زرقاء العينين. زين. انا مواليد الكويت. ايوه. اي بس عايش بلندن طبعا. ما شاء الله عليك. How are you fine؟ اي الحمد لله. واحد قال لي اذا تعلم لغه انجليزيه لابد محادثه تكون لغه انجليزيه. اي صح صحيح. اي كم سنه صار لك بلندن؟ والله من 2011، يعني تقريبا 8 سنوات ونص تقريبا. ما شاء الله. اي والله. شلون شنو ظروفك هناك؟ تستقر هناك يعني؟ اي والله انا اخذت الجواز البريطاني الحمد لله. بعد اي والله يعطيك تحيه. اي ما حد قدك الحين انت بريتش. الحمد لله والله. وبالنسبه لموضوع الهالوين شيخ، ايوه احنا هني يعني مين يعني يحضرون عيالهم يحضرون، وطبعا ما عندنا احنا يعني الاحتفالات. ترى بقول لك شغله، بقول لك شغله، اصلا هالوين طلعت من انجلترا، تدري المعلومه؟ اي طلعت مصدرها انجلترا. ما ادري، انا اللي سمعت اللي هني ان امريكا هي اللي صدرت الهالوين حق انجلترا. لا هي جماعه طلعت وثنيه
كانت تحتفل فيهم في جنوب انجلترا ويقال في المكسيك بعد. الظاهر عقب ما انتشرت كل واحد يقول الخير عندي انا. الظاهر لان المكسيك يقول نفس الشيء لما الاسبان وصلوا الى المكسيك وكان المكسيكيين يحتفلون باحتفال عندهم وعودة الأموات مع أموات ولقاء الأموات بالأحياء فشبكوا هذي على ذي. فالله المستعان. المهم كل خربطيشين في خربطيشين. أي والله. تقول شنو قلت بخصوص الأولاد؟ أي أولاد؟ الناس تحذر؟ قلت تحذر الناس عيالها من الأولاد؟ طبعا فين هني يعطي حتى في المسايد عندنا قصدك المسلمين يعني قصدك المسلمين اي نعم لان هني تدري لما ينشا هني لما ينولد هني وهذا راح تصير هم اشياء عاديه. فلا بالعكس والله اللي اشوفه انا صراحه للاسف دولنا العربيه بالغوا بالشيء هذا وياخذونه الامر كانه يعني هو تطور او ما ادري شنو يفسري كنا واحد فاهم كنا واحد يعني فري وكنا واحد واصل كنا واحد فاهم ثقافة مثقف. والله يا شيخ والله أنا معاشرهم هني الإنجليز اللي يشوفونه معتز بدينه والله يحترمونه أكثر من الشخص للأسف. صح, صح. صح كلامك. أي والله كلامك صحيح. الحمد لله. الله أي والله الحمد لله. كيف حالك الحمد لله والله بخير الحمد لله. شيخ. شلون الشيخ نبيل والعازمي؟ ايه سلم عليهم. تكفى الله يبارك السلام. الله بنبلغهم السلام باذن الله. الله يسلمك يحفظك ويحفظ اهلك وعيالك يا رب. اياك ان شاء الله. جزاك الله خير. اياكم الله. سعد بالتواصل معك شيخ والله. قول ها فرصه سعيده والله كلمتك يا شيخ. والله احنا اسعد. الله يسعدك ويبارك فيك. شرفنا فيك. انت ترى موجود البيت ترى بيتك هذا. الله يسعدك ويبارك فيك. نتمنى حياك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله ييسر نزور بريطانيا من زمان ما زرتها. غالبا ما ازورها انا ازورها حق نشاط محاضره شيء كذي يعني اذا تيسر نزورها. لكن حاليا وجهتنا ان شاء الله اقرب سفره بتكون ان شاء الله الى السلام عليكم اقرب سفره بتكون ان شاء الله الى اسبانيا ان شاء الله. ان شاء الله زين ويا رب الله ييسر الامور. شرف فيك يقول ما قصر صراحة بالرحلات وأتمنى أكون وياكم صراحة يعني اللي حق الهند وما الهند. ترى بقول لك شيء بقول لك سر يمكن أغلب المتابعين ما يعرفون ترى إحنا اللي نغطيه يمكن ما يمثل حتى 1% زين. فإحنا قاعد نعرض الشيء الجميل في الرحلة. أما المتاعب والمشاق والمشاكل وإيش الله تصير ما قاعد تنعرض. فمو شرط السفره تكون سفره تكون ممتعه. ترى سفرات هالدول متعبه جدا يعني. انا اروح هناك امرض اتم فتره مريض ارجع يعني اسبوع اسبوعين ما اقدر اتحرك عرفت. فالسفرات هذه الدول اللي نائيه اروح مطار داخلي ومطار خارجي ونركب باص ونركب توك توك ونركب كل عوامل كل وسائل النقل قاعد نركبها. فتكون ساعات رحلاتها متعبه. لكن احنا في وسائل التواصل نعرض دقائق 8 دقائق 7 دقائق في سناب شات ولا في ذي نعرض اللحظات الجميله فقط. فيصير تباعد الناس حتى واحد ممكن يقول والله الشيخ انت مستانس دين ودنيا زين دين مستانس ورحلات وطلعات ووناسه. لا الوضع مو كذي يعني. اي صح. الحمد لله كل حال استعملنا في طاعته. ميزان حسناتكم ان شاء الله يا شيخ. وياكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. سعدنا وشوفك. حياك الله. لا تنسى انت صلاة الدعاء. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. والله يا احبه يعني سعدت بتواصلكم جدا في هذه الساعة. يعني ما وقد لي شيء. قلت خلني افتح اونلاين خلني اتكلم بث مباشر. والان يا جماعة يعني شو اقول لكم؟ انتهت فترة المشي والآن لابد أرجع البيت ولعلي ألقاكم غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم جدا حضوركم وتواصلكم ما قصرتم.